دلوقتي لحد معين لحد يعني الولادة؟ فريدة بقى دلوقتي فريدة كبرت، ويوسف لسه مش فاهم قوي، بس فريدة ده هتتم 5 سنين يعني كمان شهر بعد رمضان على طول. فهو هي دلوقتي بجيب لها فوانيس بقى وبتتبسط بيهم جدا، يعني احب ان نحسسها وتبقى فاهمة، عشان دلوقتي الاجواء مش زي ما احنا ما كبرنا، كان اجواء اكتر رمضان في الشارع وفي البلد عامة، تحس ان في اجواء رمضان دلوقتي قلت شوية. فعلى قد ما بقدر في البيت احاول احسسها يعني بالجو ده اللي انا عشته وانا صغير يعني. بس قبل فريدة بقى كنت بتبقى بتجيب مثلا دايما لوالدتك لوالدك ولا لا؟ ما كنتش بتجيب، هما اللي بيجيبوا لك؟ لا هما بيجيبوا الصراحة، هما اللي يعني بيجيبوا. هما بيجيبوا لي انا وكريمان مراتي، يعني هما بيجيبوا لنا في البيت كده فانوس كل سنة هما بيجيبوه، بس انا مش عارف ده تأثير ولا ايه، بس ما بجيبش فوانيس الصراحة. طب اغاني رمضان بقى، ايه اكتر اغنية بتفكرك ان خلاص رمضان اهو جاي كمان كام يوم احنا داخلين على رمضان؟ يا رمضان جاي اظن على طول بتشتغل في كل وقت، يعني هي دي الاغنيه بتاعت رمضان يعني. حافظها؟ لا لا. لو انت حافظها هتقول لا برضه عشان ما تقولهاش، صح؟ لا مش فاكرها دلوقتي الصراحه، بس طب تقول لي مين رمضان كريم؟ اقول اول حاجه يعني لمراتي وبنتي وابني، دول يعني اكتر ناس بيتعبوا معايا في الوقت الاخير ده في المعسكرات والسفر، بسيبهم كتير، ببقى مضغوط أغلبية الوقت، فبحب أشكرها يعني والله. رمضان كريم، أبويا وأمي وإخواتي طبعا، وبعد كده بحب أقول لفرقتي طبعا كلها وجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته، رمضان كريم. تقول لي مين سامحتك في رمضان؟ سامحتك 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 كتير سامحتك سامحتك مش عارف مين سامحتك. أنا عامة بنسى يعني، ما بشيلش قوي يعني، حتى لو حد عمل معايا موقف وحش يعني ممكن اتضايق في وقتها، بس مع الوقت ما دماغي ما بتشيلش يعني الصراحه. طب مين بقى اللي تقول ما سامحتكش مش مسامحك؟ لا ما بقولك ما فيش والله، ما فيش لا يعني عادي، انا ما الدنيا سهله يعني، ما بنحاولش اصغر دماغي في اي حاجه. من الناس اللي بتحب تتابع مسلسلات في رمضان ولا مالكش في رمضان وفي غير رمضان؟ يعني بتحب تتابع مسلسلات يعني عندك جدا وقت بس يعني فراغك وكده ولا اي وقت؟ لا احب اتفرج على مسلسلات وافلام عامه يعني طب مين النجم او الممثل ممثله اللي دايما بتنتظر اللي هو في رمضان انا هتفرج اكيد على المسلسل بتاعها او بتاعه، يعني دايما بتحب تتفرج عليهم في رمضان كل سنه؟ بيتغيروا والله يعني، في ناس كانوا ثابتين، انا كنت بحب احمد فهمي، كانت مسلسلاته الكوميديه كنت بحبها قوي، كده رمضان اخير ما نزلش تقريبا، ورمضان ده برده مش منزل، بس في ناس اللي هم الجد مثلا امير كراره، في نيللي كريم، في مسلسل احمد السقا، بحب مسلسلات يعني، في نجوم كبار يعني بينزلوا كل رمضان، محمد عادل امام، في ناس كتير جامده يعني.